استاذ يوسف فعل، اريد اسالك، شوف الحضور القنوات الاعلامي والتغطيه، كيف الاستعداد المكتب الاعلامي الاتحاد حتى للتغطيه الشامل وشكل نجاح في المباراه؟ احنا مثل ما نرى بان اي مباراه تقام في البصره فمقومات النجاح موجوده لعديد العوامل. اول شيء ملعب رائع، حضور جماهيري غفير يتوقع ان يحضر المباراه، هناك دعم حكومي كبير للمنتخب الوطني، دعم من محافظة البصرة، دعم الاتحاد العراقي لكرة القدم. اللاعبين يشعرون بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم يعني تواقون جدا من أجل الظهور بصورة مميزة أمام المنتخب العماني الشقيق من أجل إحراز الفوز والمضي قدما نحو الوصول إلى المونديال المقبل. منتخبنا جاهز لهذه المباراة، والمدرب كاساس يعرف قدرات لاعبينا وكذلك قدرات المنتخب العماني. أما بما يخص التغطية الإعلامية فهناك حضور إعلامي كثيف لمعرفة القنوات العربية والمحلية وكذلك الإعلام بجميع صنوفه بأن هذه المباراة مهمة، مباراة في بداية التصفيات، والتغطية الإعلامية هي كانت داعمة للمنتخب الوطني، دعم إعلامي غير مسبوق. هذا أيضا يحفز اللاعبين من أجل تقديم الأفضل، وجميع التسهيلات الإعلامية قدمت إلى جميع الزملاء من أجل إيداء مهامهم بصورة جيدة تشارك وتساهم مساهمة كبيرة وفاعلة في دفع اللاعبين لتحقيق الأفضل والفوز في هذه المباراة. حبيبي حبيبي.